مرحبا بكم في هذا العدد الجديد لعرض وعد هالكلام. هذا الأسبوع راح نروحوا إلى شمال غرب الجزائر إلى عاصمة ولاية تلمسان. ولاية تلمسان اللي معروفة بتاريخها وبطبيعتها الخلابة. مرحبا بكم في لؤلؤة المغرب العربي. مرحبا بكم في تلمسان. واليوم النهائي تاع الأسبوع ورح نعرفوا شكون من جميلة مروة محرز عبد الحق اللي كانت عنده عرضة وعليها كلام، وشكون هو الفائز تاع هذا الأسبوع. نوتخ بروميير كانديدات تاع هذا الأسبوع كانت طاطا جميلة. المنيو كان في المستوى ولكن ضيوفها ما رحموهاش. ودرك ها هو راني نقلي فيه كيما راكم تشوفوا، وها هو البوراك هذا راني وجدته غير اليوم الصباح، ها هو راكم تشوفوا فيه، ها هو ديجا كل شيء راه طايب فيه، ها هو غير كي تحطيه في المقلة صايي. ها هو لو بلا برينسيبال المحمر ميد ان تلمسان، وجميله ما تلعبش بالذوق. درته راهي عادي ريحتها راكم تشموا فيها، وعادي هذا المحمر نتاع تلمسان، القرفه الورده تاع النجمه نتاع الارض كيما الزعفران تاع الشعره، السمن والملح. هذا هو جبت الصباح بكري شويه نشفت الدعوه، وهذيك شرموله ثاني بليزابا وزروديه وزيتون ايفيلي مليحه شرموله، وهنسوم وبصل، يعطيكم تاع العراس تاع العراس. انا كاع ما خرجتكمش على فاش مليحه مع اخونا عبد الحق. تقدر تتبع الحصه وتعرف شحال راهي الساعه. واش رايك في لو بلا برينسيبال؟ كانوا هذوك لي سويت الماسيدوان ما عجبتنيش، ماشي حتى لتما. كان هذيك المعقوده ناشفه حتى هي، خاصها جوغ دو فروماج لداخل وين كرام. مهم انا درتكم العاديه تاع اللي نديروها في رمضان يوميا في دارنا. نشوفوا دروك نشوفوا المحمر، شوف المحمر دروك ورد عليا. محمر طايب طايب شباب، كاع طايب هذا المحمر دائما طيبه هكذا ياك، وطيبته بكري ما طيبتهش دروك. صفرتي في لاكوكو؟ طيب لا ولا لا ما طيبتها طيب شباب طيبتها طيب تاع راس. يعطيك الخير. ها هو روز. واش رايكم في المحمر؟ هذاك شباب دارت المحمر، المحمر طاب ما شاء الله، طاب شباب وبنين وكذا وجاي طري. مام كي يكون عندك عراس كي طيبه ويكون طايب ديريه في السواني ونطحوها في الفور باش علاش لا ماجوريتي تاع الناس هذا الشامه هاد لاغراس هادي تجي مجمره محمره تنتكل. محمر كان شباب تاع الحاجه، تياب كان شباب بزاف تياب، لا لاصوص تاعو بنينه. هي ما تدخلاش، هي لا ميثود تاعها ما تدخلش في الفور. بصح لا ماجوريتي تاع المحمر كي طيبه تعاود تدهنه بالزبده الفوق وطيبه يتحمر في الفور. علاش عيطوا له المحمر؟ هرب هي ديجا صح. انا عارفاتها وقلتها لهم هرب الماء، انا ما نقصش ندير كونتيتي صغيره، انا ولفت ندير كونتيتي تاع راس. هادي شديها له تاع الملح، انا على بالي وما بقاش نقدر. درتنا المحمر جابنين يعطيها الصحه، اللحم طري يدوب في الفم. ثاني قرنوع ثاني حاجه جديده بالفرماج طيب مع المحمر ثاني طاقو شباب، اسم هي اللي دام شويه غالب. بلا ما نساو العصير اللي وجدته لنا اليوم جميله وفيه الكرافس. ما تامنيش هذا، بلا نامنوا احنا رانا انا بان الملوك هذا كرافس. يعطيك الصحه. ما جاش لي قلت لك زيت تاع الليم وكرافس هذا الليم يكتب زيت تاع الليم عليها اللي راه كانت الكرافس ماشي يعني صحي 100%. مروه واش رايك في العصير الواعر؟ جولي درتها الحاجة يعطيها الصحة طبيعي 100% وبنين. لا بروميير نوت راح تجي من عند محرز، نمد لها 8. لا دوزيام نوت راح تجينا من عند مروة. على العرضة تاع اليوم غادي نعطيها على نوت 7.5. اي انفان عبد الحق الحاجة نعطيوها لا يعطيها الصحة نعطيوها 7/10. دوزيام كانديدات تاع هذا الاسبوع كانت مروة. طاب لي اللحم بزاف، ما كنتش باغياتها هكا، مي معليش كامون فلي هكا البلا في الوسط. لو درت بصل طوماطيش ملح فلفل كحلة عود قرفة تاني شوية زيت ورميت اللحم تاعي طاب وزعفران، ودرت اللحم تاعي طاب كي كملت اللحم طاب عاود زدت معاه ليبول تاع الكفتة، درت فيهم المعدنوس وبصل وجون دوف
ملح وفلفل كحله سيتو. صايدرو كي اللي قري نيطواي غير البلا تاعي صايره واجد، ونكتيفي نوجد لي بلا الاخرين، نروح نوجد لطابل نوجد روحي ونستقبل ضياف التوعي. المحمر واجد وما خصو والو، ما بقى غير الديسير. ريحه تبان كيما شفنا البارح لي كونديدا تاع هذا الاسبوع ما يرحموش، راهم مع الحريره والبوراك وشويه هكذا يقولوا لنا واش رايهم، والستريس بدا يبان على مروه. دوقوا قولوا لي رايكم كي جات. الحاجه جميله كي داقت الشوربه تفكرت الحلقه تاع البارح. شبه شربتي هذه هي اللي عجبتني، فيها شويه ملح والملح والشربة والحاجه كي تكون بنينه تجي شويه مالحه وخفه في الملح. مروه راهي تاكله بزاف على هذا الطبق باش يجيب لها لو ماكسيموم دو بوين، هذا واش نتمناو لها. بصحتكم. صح فاتت في الطياب. صح. نبداو بالحاجه جميله، واش رايك في لو بلا برينسيبال محمر؟ اللحم طايب مليح، كانت لو كان دارت الطريقه اللي قلت لها عليها ورماس هذاك المرق اللي طاب كانت تجي خير، بصح صح هكذاك وجات غاي. لا فيون داشي شغل كانت خلطت المرقه تاع لا فيون داشي مع المرقه تاع اللحم وكانت زهيمه بزاف، لو غو تاع لا فيون داشي مع تاع البقري. قبل ما نروحوا للحلو محرز ما قلت لناش واش رايك في لو بلا برينسيبال؟ كانوا خاصين زوج صوالح نورمالمون كي دارت هكذا كانت تزيد معاه غير شويه حمص. لا بروميير نوت راح تجينا من عند عبد الحق. نعطيها النقطه 6. لا دوزيام نوت الحاجه جميله نعطيها 7. ولا ديرنيير نوت راح تجينا من عند محرز. العرضه تاع اليوم تستاهل تستاهل 7. ثوازيام كونديدا كان محرز. هنايا راهم جاي عندي اصحابي هنايا راني عارضهم في عرضه وعليها الكلام، وراني داير لهم منو شباب ان شاء الله يعجبهم، وراني داير لهم لي صالات كيما راكم تشوفوا راني بديت فيها لا صالات جوري ان شاء الله تعجبهم، ونوريكم غير سطحيا كيش خدمتها. هذه لا صالات جوري فيها الرز طايب ومحرج بليزيبيس، فيه غير الفلفل الكحل وفيه الطون فيه الفلفل فيه المايس فيه المايس وطايب طيبه بون طيبه، وتشوف دائما تقلب هذه اسكو طايب مليح ولا ماشي طايب مليح. على ريحه الحوت على بولي بلا لا بولي الحوت بور البايلا. الروز كان مليح كان بيان كان بنين، مي ما نقدرش نسميها بايلا باسكو كانت مونك لا دريساج لا حوت، الحوت دارها بسيرجولي ما كانش فيه واحد لوغو تاع الحوت. الفيمين تاتخدمة تخدمها صح، الفيمي تخدم على القدره هكذا دير فيها الماء ديري فيها الورق تاع الرند تاعك شويه زعفران وتبقى تزيد وديري البواسون دروش تماك بواسون دروش واسمه الراس كاس. مروه ما قلتي لنا والو على لا بايلا. بايلا اللي دارها الشيف محرز الروز شويه جاني منفخ بزاف، مي الدجاج الله يبارك وناقصه شويه ملح. مي البنه مليحه صح البنه مليحه. الحاجه جميله بعد ما جرحت مشاعر محرز حبت تعاود تسقمها وعجبتها لا بايلا. بايلا ثاني عجبتني، بايلا يديرها كيما نديرها انا شغل كي يكون يطيب فيها وهذا يبقى يزيد فيها داك البويون، ثاني نخدم بهذيك الطريقه كيما خدمها حتى انا نخدمها بديك الطريقه وعجبتني جات مليحه. هو ما دايرليش فيها زعما ما قايمهاش نيشان شغل مخصوصه في الاقام بصح في البنه بنينه. بروميير نوت راح تكون من عند عبد الحق. بدي صار طلع لها النقطه بيان نعطيها 7. لا دوزيام نوت راح تجينا من عند مروه وعجبها الديسير. على العرضه تاع اليوم نمد للشاف بيت. ولا ديرنيير نوت تجينا من عند الشيخه جميله. لهنا في يدمي. اي انفان كيما شفتوا البارح نوتر ديرنيي كونديدا تاع الاسبوع كان عبد الحق والمنيو كان سبيكتاكولير. حضرت الضيافه ان شاء الله العزاز درت لهم لي دوم وصومو. اها اليوم افير غاسترونومي دومون صومون فيرين كريم دافوكا، والجماعه تحب تغمس روح معاهم غير بالعقل عبد الحق. بيان زدتهم ثاني كملت تحت لي كروتون او بون سوا لي كروتون عملت زوج بلي كروتون عملت زوج بالقطايف قطايف محمره او فور
عملتهم اكومباني ب فيرين بالموس دافوكا. راني في الدريساج تاع الفيرين تاع الموس دافوكا. فوالا هذه الكروفيت اللي صوتي علي. فوالا نعملوها في الفيرين تاعنا. فوالا اون فوي دو مونت. اها هادي ما كناش كاع نستناو فيها النار في الصالون. ان شاء الله باك ما نعيطوش لي بومبي بيان سور. فوالا هذه هي لا سبيسياليتي تاعنا. دونك حاجه جديده هنا في الجزائر، حاجه مليحه. فوالا كنت من نشوف هاي هذه تاعي. اسمع الحاجه ما طلعت صورك ما والو، روحي غير هولي روحها غير كي تخدمي عرس الشباب الحاجة. ايوا مرحبا بك عبد الحق. وعدنا بمفاجأة شابة وكيما كان الحال ان فغي سبيكتاكل. ومروة عجبها بزاف الحال. درنا عبد الحق بلا برينسيبال، درنا فيه واحد الشو شباب، حسينا كشغل مشينا للترك وعاود جينا. الحلو اللي كنتي دايرته انت وانت هو دار الكروب. الحاجة جميلة راح تقول لنا واش رايها في الديسير، وصريحة كيما عوايدها. الديسير جاي شغل مليح بريزونطاب، بصح زعما الكو شويه الحلو هذاك اللي عجبني. هذا لتحت راه عندنا لتحت لاموس. عاوني عبد الحق. لاموس فرويروج غير تصدر صحيت. هذيك لتحت راه عندنا لاموس فرويروج. مروى واش رايك في الديسير؟ عندها مشكل مع البودا. الديسير اللي داره انا تاع فواكه الجافة لا ما اكسبتهاش، ما عجبنيش تلتم. بون بارك الله فيك. الله يعطيك الصحة. صحتكم الحاجة. مرحبا بكم. يعني قاعدة ما شاء الله تكون عجبتكم. كل شيء غاية والحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. هذا هو الوقت اللي بالي باش نمشيو. شكرا. صحتكم. الله يخليك. مرحبا. الله يعطيك الصحة. شكرا. صحيت. نشكروك. يعطيك الصحة عبد الحق على هذا لو منو سبيكتاكولير اللي وجدته لنا اليوم. لي كونديدا بصحتكم ووقتها لي نوت. لا بروميير نوت راح تجي من عند محرز. انا نمدلا 6 اونس. لا دوزيام نوت مروة. نعطيه 7. قلت لكم لي كونديدا تاع هذا الاسبوع ما يرحموش. بقات الحاجة جميلة. شو العرضة جاية بريزونطال. بصح الكو شويه ماشي غايه، ماشي تال تما. نعطيه نعطيه 6.5. فتولينا يامات تعرفنا مع بعضنا وضفنا عند بعضنا وكلنا كيما نقولوا الملح لبعضنا وتعلمنا من بعضنا. الحمد لله عرفنا بعضنا بعض. الله يحفظكم. الله يعطيكم الصحة كامل. يعطيكم الصحة كامل المجهود اللي بذلتوه. الحمد لله كل واحد رفض من واحد آخر الإكسبيريونس. ضيفنا مع بعضنا وتعرفنا مع بعضنا. الاستقبال الحمد لله يا ربي. وتعرفنا ثاني مع هذا الشبان اللي راهم يصوروا فينا. تعرفنا مع لي شاف اللي ما نعرفوهم في الحاجة تاع العراس. الحاجة بارك الله فيها. الله يعطيك الخير الحمد لله يا ربي. الحمد لله. وإن شاء الله معرفة تاع خير، وإن شاء الله اللي ما كانش عارف حاجة عرفها من خوه. نيشان. ان شاء الله مازال نتبادلوا. ان شاء الله مازال نتبادلوا هذه الكوزينة باسكو كبيره وما تكملش. ما تكملش الكوزينه. شحال من عندها انتم اولادي وصغار عليا. وديت منكم كاع، ديت منكم حاجه 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 كامل كيف. يعطيكم الصحه. هي باش تتعلم، هي باش تتعلم. وكيش تتعلم لازم تخلط. تخلط امبوسيبل باش تتعلم. امبوسيبل باش تتعلم من اليوتيوب. دروك صارت تكون نخدموا لو تراديسيونال تاعنا. بصح عاود مع الحاجه تعلمنا بزاف باسكو هي اللي حنا نطيبوها. وخطره خطره هي تصبح عليها تعشي عليك كل يوم كل يوم. وما ضام ثاني حتى هي في الدماغ. ما واحد يجيب لك جديد كيما هذيك اللي درتها انت تاع هذيك شابوله هذيك. ما انا ما شفتهاش قدامي. ان شاء الله تعلمتها من عندك. عاود زدت سقسيتك كيش درت هذه. هذا واسم كيش راك هذا اللي تحرق فيه واسم. زدنا تعلمنا. وهذاك هو البيت تاعنا حنايا كي رانا هنايا. هذاك هو البيت. بيتنا مو رابح خاسر. هذيك هذيك كاع بدلنا المجهود. حنا حتى الخاسر فينا راه رابح. زدنا حتى تلمسان عاودنا ورينا العطيه تاع تلمسان. نعطينا ليماج ديال تلمسان. رجعت لنا ليماج ديال تلمسان. العطيه تاع تلمسان عرفنا على مستوى الحاجه. دارت لنا المحمر تاع تلمسان. دارت لنا هاك الاخت من تماك ثاني دارت لنا صوالح تاع تلمسان. قربت لي هي. الحمد لله الحمد لله. زعما تلمسان شنو كان فيها ستريس والجري بزاف. اه اه كاع
كان فيها ستريس. نروح قضية جري خصت هذه عاود خرج وجيب هذه. نسيت حاجة ما جاتش. راهم جايين احنا لاخين دروك انت مازال ما كملتش. ايوه في التورناج هما ثاني. واسم زعما. ديروا لهم روحك. سريع كي تنعرض كي تكون طيب واعرة بصح كي تنعرض. كي تنعرض عندك تعيا النهار تريح ثلاث ايام هذه هي. لي شون ديك ثلاث ايام اللي تريح. بصح اللي كنت تالي عيا كاع دوك ثلاث ايام. اه ثاني سمع تعرفها. اللي فات الاول هو سعدات عليا. الاول هو الصعيب. ما عرف والو. الاول ما عرفت والو. الحمد لله الحمد لله صار حاجه الحمد لله الحمد لله فوق العالمين ان شاء الله كاع دروك تبقى في دروك تبقى في الورقه كاع تعبنا وكاع تعبنا وكاع شقينا وصافي قادر اللي ما وصافي قادر اللي داها يعرف يطيب والاخرين لا صافي صافي دوك كاع نكونوا في نيفو واحد ما يقدشوش نديوها بربعه الى خيلك صاروا واحد ندير حاجه بريستيج ولا راه عندي بزاف وراه اليوتيوب تاعي راه يعبر ويعرف بصح انا بغيت نمد التقاليد نتاع المساء ما بغيتش نخرج على الميدان نتاعي ما تنساوش اليوتيوب تاعي يعطيكم الصحه ولو كان حتى ما نربحش هنا راني نربح ان شاء الله في الايام نتاعي ان شاء الله يا ربي يا ربي الحمد لله يا ربي با في الله جتيعك وراكي يفرحك وراكي مع راكي زعما ديري هادو كومبيتيسيون هادو مع لي جان راكي رابحه الحمد لله يا ربي انا دعوه الله يخليك الله يطول عمرك هذا راه صدقه جاريه الحاجه ما جا اليوم في حياتي اليوميه ناجحه هادي تعلمناها مع عند الحاجه هادي تعلمناها الحمد لله يا ربي والله لا قلت لك انت حياتي اليوميه انت اللي عندك انت بوكو بليس اللي عندك عندك لا كونتيتي هي الصعيبه بزاف باسكو باش دير المقدار تاع كونتيتي كبيره لازم تكون عندك اكسبيريونس لازم تكون عندك اكسبيريونس الحمد لله الحمد لله حتى اخونا من هي ما ننساوش باللي ثاني تخدم الكاطو مليح لوريونطال صح ولا لا؟ هذه بصح شويه ستريس راني ما قدرتش نعبر علاش ستريس ما كان والو هي ربح ولا خساره لا غير كيف كيف احنا قاعدين كيف 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 احنا مجرد ما جينا هنا البوت تاعنا ماشي تربح ولا تخسر تبان الناس تشوف لي بلاطو راكو يعرفوا هذه هي هي الحاجه هي الحاجه تفضل هي الحاجه قولي بسم الله الحاجة بسم الله طيب قولوا بسم الله الشافي العافي محرز الفايز هو محرز صحتك محرز صحتك محرز صحتك محرز صحتك محرز اونفا عرفنا شكون هو الفائز هذا الاسبوع مبروك عليك يعطيك الصحة يعطيك الخير بصحتك كل شيء مبروك كل شيء مبروك والله لا تستاهلها قسما بالله لا تستاهلها ما شاء الله الله يعطيكم الصحة الله يفرحك اللي درتوا فيا ثقة وزعما عطيتوا لي نتوما لا نوت تاعكم وزعما كاع كنا كاع كنا عيينا وكنا نجري وكذا ومنا وكاع بذلنا مجهود والله يعطيكم الصحة والحمد لله والحمد لله وهذه ماشي هذا الفائز صح انا ربحت بصح نهديه لكم حتى نتوما ان شاء الله الله يعطيك الصحة الحمد لله كي ربحت انت كي اللي ربحنا احنا الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله حق زعما ليكسبيريونس هذه بوحدها زعما انا عمري ما درت هكا درت كونكور كيما هكذا وتلاقيت زعما كيما بالحاجه كل واحد وكيش الدومين تاعو اللي يخدم الله يفرحك كل واحد كيش الدومين تاعو ودخلنا للديار ما عمرنا ما دخلنا لهم وضيفونا وتعلمنا من بعضنا وتعلمنا من بعضهم مع بعض ونسقسي وكذا والحمد لله وزعما نشكركم ونشكر قناة شروق والشكر الخاص الحصة عرضة وعليها كلام وان شاء الله ما تكونش هذه هي الاولى والتاليه الحق الحمد لله كان فيها واحد سسبانز واحد تعيا وتقلق ولا بريسيون بزاف بالك هذاك يخدم خير منك بالك هذاك شو واش دار بالك هذاك وانت ما على بالكش واش راح يجيب لك كي راح يضيفك انت ما على بالكش واش راح يحط لك امكانيه تاع القدره تاع الحمد لله الواحد اجتهد ودار اللي عليه وتعبنا الحق ربع ايام والله لا عينه حسيت يعني تعبيه ما مشاش هكذاك باطل تعبيه ما مشانيش صار هكذاك واللي عندي في قلبي حطيته واش نعرف حطيته في قلبي والحمد لله وسيفري والله زعما كاين ناس بزاف منهم الزوجه تاعي منهم صاحبي منهم واحد خويا منهم كاين ناس بزاف هما اللي حفزوني باش نجي لهنا باسكو كاع شاورتهم قلت لهم ما نروحش كنت متردد وهما قالوا لي روح تقد زعما تدير حاجه مأمنين بيك زعما مأمنين بيك ومضارين ناكلوا من عندك ونعرفوك وكذا ودرت على رايهم والله يعطيهم الصحة وزعما كنت حسن الظن والحمد لله أنا ننصح كاع لي كويزيني هذا التحدي هذا يبين لك نتايا يعطيك واحد الإحساس باللي صح
انت كابابل دير هكذا دير هكذا باش تزيد تطلع، زيد يطلع لك المورا، زيد تطلع، ما تبقاش دائما يائس. انا بالك نخسر، بالك ندير هكذا ما ننجحش، بالك ما تعجبهم، معليش تسي وتقدر تحط كاع واش عندك وتنجح باذن الله. الكلمه اللي نمدها الحصه هذه تعرضوا عليها كلام يا خويا، بارك الله فيكم و صبرتوا معنا، بالك حنا كنا نغلطوا بزاف، بالك كذا وتعبناكم معنا وكذا، وزعما الحق ما شاء الله بارك الله الطاقم الحمد لله. سورتو انا اللي كان يعجبني بزاف مهندس الصوت، ونشكروا قناه الشروق اللي عطاتنا هذه الفرصه، و اللي هي بينتنا احنا ما كانوش يعرفونا، بل كانوا يعرفونا غير هنايا في الانطوراج تاعنا كذا، نشكروها وزعما ماذا بها تكمل هكذا، والله يعطيكم الصحه، وتحيه خاصه اللي عرضوا عليها الكلام. يعطيكم الصحه اللي تبعتونا، نتلاقاو الاسبوع الجاي ان شاء الله افيك دو نوفو كونديدا، تبقاو على خير.